تتجه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة؟ هذا هو التساؤل أو العنوان الرئيسي الذي اخترنا أن يكون عنوانا لحلقتنا هذا الأسبوع من برنامج السيناريو القادم. فمنذ ما حدث في 30 من يونيو والقيام بعزل الرئيس محمد مرسي، وشهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة توترا كبيرا، وحاولت الولايات المتحدة كثيرا أن تضغط على مصر، حتى أعلنت مصر صراحة أن أمرها بيديها وأنها لا تقبل إملاءات من أحد. حدث تراجعا نوعيا في موقف الإدارة الأمريكية بعد تصريحات أوباما التي قال فيها أن مصر اختارت رئيسا منتخبا ولكنه لم يستطع أن يلبي طموحاتها ولا متطلباتها. يعني اعتبر هذا نوعا من التراجع في موقف الإدارة الأمريكية. ثم تفاجأنا جميعا بإعلان الولايات المتحدة بتعليق جزئي للمعونة الأمريكية لمصر. هذه المعونة التي تعد أحد أهم بنود اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما يلقي الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مستقبل هذه الاتفاقية. لماذا اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار؟ كيف سيؤثر ذلك على العلاقة التي نظمتها اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل؟ في نفس هذا الوقت كيف سيكون رد الفعل المصري؟ إذن العنوان العريض كما ذكرنا في البداية هو مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية. يشرفنا في هذه الحلقة سيادة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لنا في البداية أن نخرج إلى هذا التقرير الذي أيضا يلقي الضوء على هذه النقطة، ثم نعود لنبدأ حوارنا. وصفه البعض بالغريب، وخاصة في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب، قررت الولايات المتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، قرار أثار حفيظة القوى السياسية والحركات الثورية والتي طالبت الحكومة المصرية بإعلان رفض المعونة الأمريكية بشكل نهائي وقاطع، وهو ما تجلى في تأسيس حملة امنع معونة في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن المستفيد الأكبر من المعونة هو الجانب الأمريكي. ومن جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي قرار الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، وصفه بأنه قرار خاطئ سواء من حيث المضمون أو من حيث التوقيت. في غضون ذلك رفض تحالف ثوار مصر استمرار ما سماه مساعدات الإذعان الأمريكية العسكرية لمصر، مطالبا بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد للسلام والتي نصت على التزام الولايات المتحدة بتقديم هذه المساعدات، والتي ظلت طوقا يقيد مصر ضد بسط هيمنتها على سيناء، والتي بدأت تتحرر عقب ثورة 30 من يونيو الماضي. وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أعرب عن استغرابه بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق بعض المساعدات العسكرية، مشددا على مواصلة تنفيذ بنود خريطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، في ظل إرادة حرة مصرية وتفويض شعبي جارف من شعب مصر من أجل دحر قوى الإجرام والإرهاب. إذن سيادة اللواء، يعني بماذا نفسر هذا القرار الأمريكي والتوقيت الذي تم اتخاذه فيه؟ أنا الحقيقة يعني من وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول الضغط على مصر بأي صورة من الصور. طبعا مش عايزين نقول ان الولايات المتحدة الأمريكية يهمها ان مصر تبقى في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، لان قوة مصر الحقيقة ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره تهديدا لها، لان هي يهمها في الوقت الحاضر. يعني لو قلنا مثلا في مجال القوات المسلحة للدول المنطقة، احنا عندنا ما حدث في تونس، عندنا ما حدث في ليبيا، ما حدث في اليمن، ما حدث في سوريا في الوقت الحاضر، ما حدث في العراق. طبعا الجيش الوحيد اللي موجود في المنطقة هي القوات المسلحة المصرية وجيش مصر العظيم. هي يهمها طبعا ان مصر ما تبقاش قوية، لان هي الهدف الاساسي للولايات المتحدة الامريكية هو امن اسرائيل، وان اسرائيل هي تبقى القوة الكبرى اللي موجودة في منطقة الشرق الاوسط، ولذلك هي بتحاول بشتى الطرق ان هي يهمها اضعاف هذه الدول الموجودة حوالين اسرائيل، حتى تبقى اسرائيل هي المهيمنة على الامور في المنطقة. احنا نرجع للاحداث اللي فاتت، انا شخصيا من وجهة نظري اؤكد ان في كان اتفاق سري ما بين الولايات المتحدة الامريكية ونظام الحاكم مصر خلال السنة الحكم اللي بيدعوا له الحكم الاسلامي الاخوان المسلمين، بدليل ان احنا يعني ابسط شيء وابسط تفكير لما حصل ان تنحى حسني مبارك
يعني كافة وسائل الأنباء وكافة التحليلات قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خسروا 2 من أكبر أصدقائهم في منطقة الشرق الأوسط، وهو كان زين العابدين من العالي في تونس والرئيس حسني مبارك. ما طلبتش بعد ما تنحى حسني مبارك الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي مسؤول أمريكي ولا حتى من الاتحاد الأوروبي اللي احنا بنشوف أشتم كل يوم والتاني كانت بتيجي 3 مرات منذ 30/6 حتى الوقت الحاضر، ما حدش منهم طلب يقابل حسني مبارك. إيه الحكمة في ان هم عايزين يقابلوا محمد مرسي؟ طيب الحكمه يعني اذا حضرتك حضرتك بتتفق مع هذه التحليلات لانها جاءت في اكبر الصحف الامريكيه ومن مسؤولين امريكيين انه كانت هناك بالفعل صفقه بين الاداره الامريكيه ونظام الاخوان المسلمين، وانه ما حدث وما فعله الفريق السيسي احدث إرباكا. يعني بقطع المعونة، هل بهذا الولايات المتحدة تحاول أن تعوض ميزان القوى لصالحها مرة أخرى؟ هي بتحاول النهاردة، ما هو مازال في كلام الناس تقول لك مرسي يرجع تاني، إن الشرعية ترجع تاني. أنهي شرعية اللي هم بيتكلموا عنها؟ وأنهي النهاردة إن هم بيدوروا على الإسلاميين ومشاركتهم في السلطة والكلام ده كله؟ طب ما عملوش كده ليه مع الحزب الوطني ومع حسني مبارك لما تنحى وما شفناش ولا مظاهرة بعديها ولا أي طلقة أطلقت في الوقت اللي إحنا دلوقتي تحولوا إلى جماعة إرهابية أرهبوا الشعب المصري، ودينا شايفين كل يوم والتاني في مظاهرات، محاولات احتكاك بالشرطة، محاولات احتكاك بالقوات المسلحة، احتكاك بالمواطنين في كافة المناطق في كافة أنحاء الجمهورية وليس في القاهرة فقط لا غير. يعني دي جماعة إرهابية واضحة، وشفنا التآمر الدولي اللي موجود سواء كان اجتماعات اتعملت في الأردن أو اتعملت في باكستان أو اتعملت في الدول خلال الفترة اللي فاتت كلهم، وكلهم بيحاولوا إعادة حكم جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر مرة أخرى. طيب هذه النقطة، هل يعني سيحدث الهدف الأمريكي منها، هل بالفعل ستضعف مصر وتحقق الهدف الأمريكي؟ أستاذة الفضلة، أنا عايز أقول لحضرتك أمانة، الخاسر الأكبر من هذا الأمور من الولايات المتحدة الأمريكية هي الولايات المتحدة الأمريكية قبل مصر. لو قلنا النهاردة نمسك فيما يتعلق بالمعونة العسكرية، أولا يعني عايزين نطمن المشاهد ان هذه النسبة اللي هي 1.3 مليار دولار، احنا ما نقدرش نتكلم دي تمثل قد ايه من ميزانية الدفاع بتاعت مصر، لان ميزانية الدفاع هو رقم سري ما بيعلنش عن اي دولة. انما انا بقول لك لا تمثل، مش عايز اقول لك 10% 15% من اللي هي الانفاق الدفاعي بتاع مصر، فلا يمثل اي شيء. النهارده حضرتك هم قالوا ايه؟ تجميد حتى الصفقات الكامله، يعني دبابات او طيارات او معدات عسكريه او قطع غيار. صح؟ يعني عشان بس الناس تبقى مطمنه، انا القطع الاسلحه الثقيله دي مش كل يوم والتاني انا بشتري، ده هي بتبقى صفقات احلال ممكن كل سنه، يعني خلال يعني انا احدث المعدات اللي عندي في القوات المسلحه ممكن خلال 20 سنه 30 سنه. فلك ان تتخيل النهارده انا لو طلبت هطلب قد ايه عشان 30 سنه، يعني معناها لا يمثل، مش عايز اقول 10%. وبعدين النهارده انا لو جيت اتعاقد النهارده على سلاح مع الولايات المتحده الامريكيه، هل انا باخده تاني يوم؟ ابدا، هي بتدولي بعد سنه واثنين وثلاثه وساعات اكتر. فالنهارده لازم المشاهد يطمئن. اولا فيما يتعلق بقطاع الغيار، انا ما عنديش طابور دبابات عطلان ولا طابور طيارات عطلانه مستني قطع الغيار. دي مؤسسه عسكريه قويه، يعني مش عايز اقول تاريخها ايه. فطبعا وحدنا كلنا احنا عندنا في بيوتنا، حضرتك عندك في بيوتك ممكن تلاقي مثلا حنفيات، عندك جلد احتياطي والكلام ده كله، فده قوات مسلحه عندها احتياطي منها لا شك ان هو يغطي لها مش عايز اقول لك 6 شهور سنه من قطع الغيار. يعني اي تاثير على المدى القصير لا يؤثر في شيء. وفي نفس الوقت هي ابقت على الجزء الخاص بتمويل مكافحه الارهاب والعمل المخابرات. طب لماذا ايضا، يعني لماذا ابقت على هذه الجزئيه وقطعت هذه الجزئيه؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، هي لا شك ان او شايفه والتقارير بتطلع من مصر بتبين ان في مصر بتتعرض لحمله ارهابيه، وامريكا ذات نفسها بتتعرض لحملات ارهابيه. لعلنا نذكر من كام يوم لما حصل اطلاق نار عن القياده البحريه في امريكا وحصل في قتل، وبرضه كان في مدرسه من المدارس، كل ده خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا. ففي حمله عالميه على الارهاب. ما حصل في كينيا من حوالي 10 15 يوم لما اقتحموا سوق المبنى التجاري في كينيا، فبالتالي في ارهاب على المستوى العالم. فهي ما تقدرش تقول انا ما ساعدتش مصر في الحملة اللي احنا بنتعرض فيها نسبيا على الارهاب في الوقت الحاضر، لان هي ذات نفسها هي اللي اعلنت عن حملة ضد الارهاب في 2001 بعد احداث المبنى. طب ألم يكن بالاحرى ان بها يعني ان ترفع ميزانية المعونة الخاصة بمكافحة الارهاب، لانها تدري ان الوضع في سيناء الان يعني خطير جدا. ما هي قالت انا لم امنع المساعدات
أو المعونة فيما يتعلق بالحملة ضد الإرهاب وأمن سيناء. فهي بالتالي قالت يعني إذا كنا مثلا محتاجين شوية عدسات تلسكوبات حاجات فيما يتعلق بتصوير للمواقع الإرهابية والكلام ده كله، أو سواء كان فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والكلام ده اللي هي في عملية مكافحة الإرهاب. فهي قالت أنا مش همتنع فيها على اعتبار إن ده هذا. ليه بقى كمان؟ لا أنا أتحدث عن زيادة، الزيادة في التمويل الخاص بمكافحة الإرهاب سواء زادت أو احتفظت بيها ده ما يصير. ليه بقى؟ لأن هي سيناء يهمها سيناء دي ملاصقة لإسرائيل، فهي تخشى من توسع العمليات الإرهابية وتمتد العمليات الإرهابية إلى إسرائيل. فهي بالتالي يعني يهمها مصلحة إسرائيل مش مصر ولا سيناء، إنما هي بتساعدك عشان خاطر ما تخليش الضرر يمتد إلى إسرائيل. طيب نريد أن نتحدث بقى عن ردود الأفعال مصر، يعني كيف رأيت رد الفعل المصري، وهل أنت مع أنه نرفض المعونة بشكل كامل بقى وتظل مصر بكرامتها كما يقولون أننا لسنا في حاجة إلى أحد، ولا أن نقبل بالجزء الذي يعني قبلت الولايات المتحدة أن تعطيه إلينا أم ماذا؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني هو لا شك أن الدولة لما بتعتمد على قدراتها الذاتية وعلى صداقتها بالمنطقة بحكم ان احنا في المنطقة العربية ولنا اصدقاء في دول الخليج او الدول العربية كلها بصفة عامة، انا وهالي ده افضل من اعتمادي على الولايات المتحدة الامريكية. اولا عايزين نعرف ان هذه المعونة في الاصل كانت 2.5 مليار دولار، كانت 1.3 مساعدات عسكرية و 1.2 مساعدات اقتصادية. المساعدات الاقتصادية بقى لهم حوالي 7-8 سنين اتخذوا قرار بالتخفيض التدريجي الى ان هي وصلت النهاردة الى حوالي 250 مليون دولار. فبالتالي المساعدات الاقتصادية في سبيلها الى الانقراض مرة واحدة. المساعدات العسكرية احنا انا عايز اقول لحضرتك اولا ما هيش مصيبة حصلت عند القوات المسلحة المصرية، وعشان الناس تبقى مطمئنة لن يؤثر على كفاءة القوات المسلحة المصرية. لأن بقول لحضرتك هذه القطع الغيار موجود منها في طرق أخرى لأن أنا أجيب قطع الغيار عشان أنا ما انضرش في عن طريق دول صديقة، والحمد لله أن الأسلحة اللي عندنا الغربية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية موجود منها عند دول خليجية كتيرة، ممكن الدول الخليجية دي تجيبها وإحنا ناخدها أو عن طريق برضو مش عايز أقول لحضرتك أن سماسرة السلاح منتشرين في كافة أنحاء